سبحانك، كل شيء قائم به وكل شيء خاشع له، عزيز كل دليل، قوي كل ضعيف، غني كل فقير، مفزع كل ملهوف، من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره. كان المرحوم أحمد خاتري يعتبر من الأبطال الرياضيين الأسطوريين القلائل خلال الستينات وبداية السبعينات بمدينة وجدة وبالجهة الشرقية وحتى بالمغرب، حيث حصل سنة 70-900 ألف على البطولة الإفريقية في كمال الأجسام، كما شارك سنة 71-900 ألف في البطولة العالمية بإنجلترا. وكان أول رياضي يهنئه جلالة الملك الراحل الحسن الثاني في الذكرى 40 لميلاده. إلى جانب ممارسته لرياضة الكمال الجسماني، اشتهر الراحل بألعاب التحدي، حيث كان يقوم خلال المهرجانات والاستعراضات، خاصة منها فاتح ماي عيد الشغل العالمي، بعروض خارقة ومثيرة في حمل الأثقال وجرى السيارات أو حافلات النقل العمومي، وتلقي ضربات بالمطرقة على الصدر تحت قضبان الحديد بساحة باب سيدي عبد الوهاب، أو خلال السهرات على خشبات قاعة السينما. كان الفقيد أحمد خاتري يمتاز بالأخلاق الحميدة، وكان قليل الكلام، كما كان يعد نموذجا وقدوة لجيل الشباب الرياضي في تلك الفترة. تفرغ في السنوات الأخيرة من حياته إلى العبادة واهتم بالعلوم الشرعية، وكان ينوي تأليف كتاب في الصوفية، كما كان زاهدا في الدنيا مكتفيا بمعاشه من شركة الحافلات بوجدة إلى أن لبى نداء ربه. رحل البطل الرياضي الأسطوري أحمد خاتري الملقب بحميد الفورما بوجدة إلى مثواه الأخير صباح يوم الاثنين 25 رمضان الموافق 14 شتنبر 2009. أحمد خاتري الملقب بحميد الفورما أحد أبطال رياضة كمال الأجسام وأحد أبطال ألعاب التحدي أو ما يصطلح عليه بألعاب الخوارق بمدينة وجدة وبالمغرب، عن سن تناهز 63 سنة، ووري جثمانه الثرى ظهر نفس اليوم بمقبرة الشهداء بوجدة. رحم الله البطل وأسكنه فسيح جناته.